السلام عليكم. يونس مرفوق، حكم ديال الرجبي، حكم دولي ديال الرجبي. اليوم كنتشرف بالحضور مع الجمعية ديال تيكيوين اللي منظم البطولة الوطنية للرجبي من أجل الأطفال. واليوم كان الحضور ديالي بالدرجة الأولى هو من أجل التأطير والمصاحبة ديال هاد الحكام لي جون أغبيطر اللي كاينين هنا في هاد الجهة ديال أكادير، من أجل النجاح ديال هاد التورنوا هادي، ومن أجل إعطاء واحد اليد العون لهاد لي زاغبيطر. يعني اولا فنشكر الجمعيه السوسيه للرجبي على هذا التكوين ديالها اللي كدير واحد المجموعه ديال التلاميذ في تيكيوين، وكنشكر كذلك على العمل الاجتماعي اللي كتقوم به، وكنشكر على يعني جميع يعني الدورات وجميع التكوينات اللي كدير للشباب. ونحن كمجلس جماعي يعني لأكادير نؤيد هذه التظاهرات ونؤيد مثل هذه الجمعيات الجادة التي تسعى إلى تكوين مواطن صالح، وهذا هو هدفنا في المجلس الجماعي لأكادير. ايوب الدكتور، رئيس الجمعيه السوسيه للرجبي تيكيوين. حنا اليوم كجمعيه كنظموا النسخه الثانيه من الدوري الوطني لرجبي الطفل تحت شعار الرجبي مدرسه الحياه، بمشاركه مجموعه من الانديه الوطنيه من مدينه مراكش اللي كيمثلها جمعيه مراكش للرجبي، من مدينه اسفي جمعيه نادي شباب اسفي للرجبي، من اكادير جمعيه تيكيوين وجمعيه فتح سوس الجيره للرجبي. الدوري هو بدايه الموسم الرياضي اللي كيعطي واحد الانطلاقه، كيعطينا واحد التحفيز باش ان الوليدات كيتعرفوا مع بعضياتهم. اولا كيتعرفوا على مع بعضياتهم، تعرفوا بلي وليدات اخرين كاينين كيلعبوا الركبي في مدن اخرين، وكيربطوا معهم اواصر التعارف. وميم طون الدري ليكسبيريونس اللي عنده كيحاول يكوريجي اللي خصها تكوريجا، وكيزيد قدام وتحسن من المهارات ديالو استعدادا لباقي المنافسات، لا على الصعيد المدرسي ولا على صعيد العصبه او الجامعه الملكيه المغربيه للركبي. الدوري هو دوري تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه للركبي وعصبه الجنوب للركبي، بدعم من المجلس الجماعي لاكادير. والحمد لله هذا النشاط ديال اليوم كيتوج الى شتو تبارك الله الوليدات، كاينين كنتوقع باللي غتكون ما بين 200 حتى 250 طفل ذكورا واناثا، وكاين النسبه الكبيره هي ديال الاناث في جميع الفئات العمريه. الفئه العمريه اللي مشاركه اليوم فئه الكتاكيت براعم الصغار اناث وذكور. والحمد لله كتشوف كما كتشوفوا معنا راه لي كرادا عامرين بالدراري ناشطين، التيرانات عامرين، المؤطرين تبارك الله تما راه انفعلوا وتفعلوا مع الدوري، لا على مستوى التحكيم وعلى مستوى تأطير الوليدات. النسخه ديال اليوم ان شاء الله هذا العام استهليناها بدوره تكوينيه في مجال تطبيق التحكيم اللي اطرها المكون الحكام لدى الاتحاد الدولي للركبي والجامعه الملكيه المغربيه للركبي السي يونس مرفوق الحكم الدولي، اللي اطر لنا مجموعه من المؤطرين ديال الجمعيه بما فيهم سيده التربيه البدنيه اللي عندهم المام بالرياضه واللي كيقوموا بتاطير الركبي المدرسي. وكنتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم التوفيق للجميع ولهاد الوليدات كاملين، وشكرا جزيلا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.